الى حضره روح نبينا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الى حضره تاج العلماء قدس الله سره اللذيذ الى حضره اهل الخير اجمعين الفاتحه بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس ومانا بطا سيد أتا الله تنغل دعا جيد آمين الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال اللهم صل على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم وصل وبلغ مثل صواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما صلينا وهذه هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة منا إلى حضرة روح نبينا وشفينا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى حضرات أرواح جميع الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والصديقين والزهداء والصالحين ثم إلى حضرات أرواح أصحاب البدريين والأخديين وسائر الصحابة والصحابيات رسولك أجمعين وإلى حضرة روح تاج العلماء السيد عبد الرحمن البخاري قدس الله سره اللذيذ وإلى حضرات أرواح سائر المؤمنين والمؤمنات اللهم أنس وحشتهم وآمن روعتهم ونفس قربتهم ونور محلتهم ورفع درجتهم يا رب العالمين اللهم اجعل قبورنا وقبور والدينا وقبور موتانا روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورنا وقبورهم حفرة من حفر النيران ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير اللهم حسن مرادنا ومرادهم وقل حوائجنا وحوائجهم يا قاضي الحاجات اللهم اشف أمراضنا وأمراض مرضانا في الظاهرية والباطنية والشيطانية وروحانية باطل السحر باطل العين وشر الصاهرين وشر الماكرين وشر الظالمين وشر الكافرين وشر المفتنين وشر المفسدين بحق شفينا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأذل الكفر والكافرين وأذل اليهود والنصارى اللهم سلم المسلمين في كل مكان
اللهم اجعلنا من الشاكرين والصابرين والناصرين والذاكرين والتوابين والمتطهرين والمتقين والمحسنين واجعلنا من عبادك الصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله تعالى وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله